يا ليلى، يعطيك الصحة فالقيوة، يرحم السيدة في قبرها، اقلب الطنجرة فمها، تطلع الطفلة لأمها. يرحمها وينعمها، تعبت علينا برشا، قرات وربيت، أما توا تفرطنا كي ولاد الحجلة. الله هو أعلم خويا عيمات كيفاش يعدي في أيامات رمضان في الحبس. أي ما جاتني أخباره، إيجا نحكي لك شو صاير في الحبس متاعو. أريد من دعيت مدير الحبس، الأمور تليقنت، لا تفهم لا هروب لا مشاكل لا عرك. أما السيد المدير، هذا هو النهار متاعك هوني. أي ديجا عندي تو ساعتين خدمة، ما هرب حد. حضرة المدير، لازمك تحط عينيك على رؤساء العصابات الزوز اللي موجودين في الحبس. عصابات؟ شكون عمل؟ عماد طرابلسي تولى رئاسة العصابة من اللي أخته تخليت على المنصب، تشد عام 2011 ومحكوم عليه بستين سنة حبس. من اللي تشد حاول يهرب 8 مرات، أما إلى حد الآن تمكننا باش نحبطوا عمليات الهروب الكل. العصابة متاعه يلبسوا بالأصفر. باه، والعصابة الثانية شكون رئيسها؟ علي السورياتي، جابوهولنا فرد نهار مع عناد الطرابلسي، التو ما نعرفوش علاش هوني وما نعرفوش عمل الزاد. أما ما تدخل وما تخرج حاجة من الحبس إلا ما يبدأ على علم بها من قبل، وصلنا شكينا اللي فما شكون من الحراس يخدموا معاه. العصابة متاعو تلبس بالأزرق. هذو مزوز وين يتقابلوا تاكل بعضها، يقولوا لعلي السورياتي ساعد الشرطة في القبض على عماد، هذاك علاش ما يتفهموش وما يحكيوش مع بعضهم الجملة، والمساجين مقزومين اشتر بشتر، اشتر مع علي السورياتي واشتر مع عماد. واللي في الوسط هذاك شكونه؟ هذاك زيد جزيري، ماهوش داخل في حتى عصاب، جوز شمها قرصة لبرا جابوه. فهمت فهمت، اما توا السيستم باش يتبدل، هذاك علاش يتربجوا بيا لا بلا. عايشو. حرك قوم، سالمنصف حب يحكم معاك. سي شباب، راني فاهم رواندك وجيتك دوا باش نقولك راهو مرمر وشد باب وشك خاطر الهروب معايا يبدا في الهبدا. فهمت ولا لا؟ عارف جديد فضلك معاه لا معناه ما عنده وين الدور الريح. اي وش نعمل انا، نقوم نبكي؟ صالح نرجمش تخسرنا من وقتك دقيقتين. تبارك الله عليك يا صالح وهرة. ايوا سي شباب، كيفاش مالك؟ انت فاتق الناطق هوني؟ من هنا فصاعدا عيني عليك، مانيش باش نخليك تتنفس جملة واحد. والجاسوس بتاعك اللي حاطه في الإدارة ما هي إلا مسألة ورطة ونعرفو شكون. أيا ليلتك زينة سي علي. سيد المدير، سمعت توا العاون منجي يقول لسرياتي عصفور فوق الشجرة يطير مع العشر، تبع سكر في السماء يطلع حتى فوق الماء. معناه مسايب خدمته قاعد يغني في الغنايات تاع صغار. ليه سيد المدير؟ انا يظهر لي ميساج كودي يحب يقول اللي باش يهربوا مع العشره نتاع الليل، اما سيد المدير ما نعرفش كيفاش باش يهرب. ليه يا ولدي؟ انا نقول يحبوا يلعبوا طول الكوره مع العشره نتاع الصباح. مع كل احتراماتي سيد المدير، اما يظهر لي فيك غلط. كان ما زلت تعاودها كلمه غلط، نبعثك تعدي شيء في السيلور. انا بالخبره نتاعي تجي واحد كيفك انت لعبة يفهم اكثر مني. المدير هذا ظهر فيها تعس من الاخر، والله ما نطيح البحث صحيح متاع المنج. صاحبي خطتنا ماشي، جدت عليهم لان احنا ما نحكيوش مع بعضنا. ها
يا ودي الامور منظمه اخويا بلحسن من كندا باش يبعثنا هليكوبتر بحضر بيه بالثياني تو مقعد كان باش نعملوا عرك جميعتي كونتر جميعتي اللهي وش الحراس نحن نستغلوا الفضوه ونطلعوا في الطياره بايشو انت تو يا المنجي بقعد لك كان باش تقص الضوء على الساحه باش تسهل لنا هروبنا وما تخافش بالعمله هذه باش يطير المدير وتشد انت بلاصت تانيو دوب ما نشد انا نخرج لكم بقيه العائله سرعي هكا الحكايه تعرفش كيفاش باش نلم الحراس الكل ونعمل لهم كمين نحب نشدهم متلبسين المره هذه هيا برا ارجع احضر معنا روحك واعمل روحك ما في بالكش ملتقانا غدو وفي حكايه المنجي ماكش باش تردو انا ما عنديش الصلاحيات هذه تعرفش كيفاش تو نوقفوه حتى ياخو فيه الوزير خراء قاعد تشم يعاون سيد مدير ما شميت شايرة هذيك ريحة الخبرة ما يسالش تو تكبر تولي تشمها وحدك يا عرفك تعين الخيط في الابرة اما ما قلتليش كي لميت العوين الكل الباب الاول شكون فيه ملا كنت رتاك عملنا هولهم اوه مقويه سايبهم الكل وشد خويا يا لطيف مقواه يا بنت السيد خرجوه بالسابق من راضي